منذ قديم الزمان وحتى يومنا هذا كان النيل ولا يزال شريان الحياة للملايين، ولكن هناك الكثير من المخلفات في هذا النهر الخالد كما سماه محمد عبد الوهاب، والتي تؤثر سلبيا عن صحة المواطنين وبالتبع على المناخ. قبل أسابيع قليلة كنا معكم في الأقصر حيث تحدثنا إليكم من مركب على ضفاف نهر النيل عن المدن المستدامة، حين بدأنا حملتنا للحفاظ على المناخ وشاركنا في فعاليات عدة عن البيئة خلال الأسابيع الأخيرة. واليوم نختتم فعاليتنا من نهر النيل في جزيرة القرصاية بالقاهرة، حيث اجتمع الاتحاد الأوروبي وفريق أوروبا للمشاركة في فعالية للتنظيف جزءا من نهر النيل في أم الدنيا، ومساعدة الصيادين على تجديد مراكبهم وتعرف على مشاكلهم لتعاون معهم في حلها. تابعونا، فنحن دائما متحدون من أجل المناخ.